بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل جلاله أن يوفقنا لطاعته ورضاه، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يجعلنا من أهل الجنات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، الهداية للدين نعمة عظيمة ومنة جليلة تستوجب شكر المنعم سبحانه وتعالى، وشكر الله جل جلاله أول واجب على العبد، لأن إنعام الله عز وجل على الإنسان سابق لعمل الإنسان، فإنعامه على الإنسان بالإيجاد، وإنعامه سبحانه وتعالى على الإنسان بكل نعمة تقلب فيها ويتقلب فيها، فشكر المنعم أول واجب على هذا العبد. وهذا الدين به يكون الإنسان عظيما في ملكوت السماوات والأرض، إذ بهذا الدين وبالإسلام الذي يعتنقه الإنسان المسلم يكون غاليا عند الله وعظيما في ميزانه جل جلاله، ودمه له من الحرمة والقداسة الشيء العظيم. لذلك كان من قوله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من أن يراق دم إنسان مسلم بغير حق. وأن هذا الإنسان المسلم الله جل جلاله يخبر عما له عنده سبحانه وتعالى من المكانة حين قال في الحديث القدسي: ما ترددت في شيء، ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وبها يتبين للإنسان أي مكانة له بهذا الدين. ومن هنا أيضا نقول أن هذا المؤمن جعله الله عز وجل صمام أمان لبقاء هذه الدنيا وبقاء الحياة للناس، فالقيامة لا تقوم على الناس وفيهم مؤمن واحد، وفيهم مسلم واحد، وفيهم عابد لربه جل جلاله، وإنما تقوم الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على شرار الخلق الذين لا يقولون الله الله. فحين تفقد الأرض هذا العابد لربه، هذا المصلي لخالقه، هذا الساجد بين يدي ربه سبحانه وتعالى، هذا القاصد لبيته الحرام الملبي الحاج والمعتمر، حينما تفقد الأرض أمثال هؤلاء فلا يشفع للناس لا أموالهم ولا وجاهاتهم ولا مناصبهم ولا كل شيء من هذه الدنيا، لا يشفع لهم في أن يبقي الله عز وجل لهم الحياة، بل عندها يوم أن تفقد الأرض
هذا الإنسان المؤمن الصادق فعندها تكون النهاية وتقوم الساعة. فهذا قدره وهذه مكانته، وهذا الذي ما أحوجنا على الدوام أن نتذكره لندرك أنه ليس هناك كتاب وليس هناك أحد من البشر يعرفنا بقدرنا ومكانتنا وما لنا من الكرامة كما يعرف هذا الكتاب وكما ينطق ونطق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا من أعظم الأمور التي تثبت الإنسان على دينه وتملأ قلبه بالثقة والطمأنينة وتجعله يشعر بالفرح والسعادة بما هداه الله عز وجل من هذا الحق ومن هذا الدين. وعندها لا يتأثر الإنسان بكل شبهة ولا تهوى نفسه كل شهوة إذا خالفت أمر الله ومراد الله عز وجل. وعندها يشعر الإنسان بالعزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذه معاني حقيقة عظيمة، ولكن أعظم ما يسلكه الإنسان لتعزيز هذا الأصل العظيم في نفسه إنما هو أن يزداد علماً بربه جل جلاله. العلم بالله أوجب العلوم وأفرض علم على الإنسان، وأن يزداد الإنسان منه علماً إنما هو علمه بربه جل جلاله، أن يزداد علماً بما له سبحانه وتعالى من كمال الملك والجلال وعظمة السلطان، وما له من كمال الحكمة وكمال الرحمة وكمال القوة وكمال القهر جل جلاله، بما يملأ قلب الإنسان أنه لا أحد أحق في أن يأمر في هذا الإنسان من هذا الرب العظيم جل جلاله. ويشعر أن قمة الذكاء بالنسبة له حين يخضع لهذا الرب العظيم وحين يستسلم لحكمه وشرعه جل جلاله، يشعر أنه هو أذكى ما يكون وأزكى ما يكون عندما يتعامل مع هذا الرب العظيم جل جلاله بهذا التسليم والخضوع له سبحانه وتعالى. والإنسان في حياته كم يسلم لمن يتميز عليه في علم شيء وفي معرفة أمر، فكيف لا يسلم بعد ذلك لمن له العلم المطلق جل جلاله؟ علمه بكل شيء قد كان في القديم، وعلمه بكل شيء كائن الآن، وعلمه بكل شيء سيكون بعد الآن، وعلمه بالشيء الذي لا يكون لو كان كيف يكون. كيف لا يسلم لمن بيده الأمر كله، فلا يكون شيء في هذا الكون إلا بإرادته وتدبيره ومشيئته سبحانه وتعالى. كيف لا يسلم لمن خلق العباد ويقبض الأرواح متى شاء ويحييها متى شاء جل جلاله؟ فالعبد المؤمن كلما ازداد علما بربه ازداد ثقة في دينه وقوي عزمه وثبت على هذا الصراط المستقيم، وعندها لا يكون لوسوسة الشيطان وكيد جند إبليس أثر على نفس امتلأ قلبها بالعلم بالله جل جلاله. وما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه واعظاً للقلوب أكبر من هذا الواعظ، استحضار معية الله، معية الجلال والعظمة له سبحانه وتعالى. فهذا أعظم واعظ للقلوب أنزله الله عز وجل في كتابه. ولذلك لا تقلب ورقة من هذا المصحف إلا وتجد هذا الواعظ يناديك حين يذكرك باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته جل جلاله أو بفعل من أفعاله سبحانه وتعالى الحكيمة. فعندما تقف مع ذلك كله
تزداد علما بربك جل جلاله، فتعظم الثقة بالله سبحانه وتعالى. والله جل جلاله جعل الطريق إلى هذا العلم بابين عظيمين، أما الأول فإنما هو آيات الله المقروءة المتلوة المسموعة، وهو هذا القرآن العظيم، وأما الباب الثاني لهذا العلم إنما هو التفكر والتدبر والنظر في ملكوت السماوات والأرض في هذا الخلق، فمن خلالهما ومن الولوج من بوابتهما فإن الإنسان يصل إلى هذا العلم العظيم ويجني الثمرة العظيمة من وراء هذا الأمر. وما من شك أن هذا المكان الذي نحن فيه جعل الله عز وجل فيه من الآيات العظيمة المرشدة إلى العلم بالله جل جلاله، ولذلك قال الله وقوله الحق فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ففي هذا البيت من الآيات العظيمة التي ترشد الإنسان إلى ربه. وهذا الدين وهذا الإسلام دين توحيد لا وساطة فيه بين العبد وربه، وأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إنما هم يبلغون عن الله عز وجل رسالاته، ويعرفون بالله سبحانه وتعالى وصفاته، ويكون لهم الإرشاد والبيان إلى الصراط المستقيم. فهذا الأمر الذي يقوم به الأنبياء والرسل بالنسبة لأقوامهم، فهم يبلغون رسالات الله، وهم يعرفون بالله جل جلاله، وهم يبينون كيف يكون الإنسان على الصراط المستقيم، وحتى يكون على حال تبلغه رضوان الله عز وجل والجنة، وتؤمنه من عقوبة الله وعذابه والنار. فهذا هو الدين، وهذا هو الإسلام، وهذا هو التوحيد الذي فرضه الله عز وجل على سائر العبيد. والله عز وجل اختار أموراً ظاهرةً محسوسة اختصت به جل جلاله ونسبت إليه وتجلت عليها رحمته سبحانه وحفتها عنايته وحفظه جل جلاله، بحيث إذا رؤيت ذكر الله، وإذا ذكرت ذكر الله، وارتبط بها أفعال وأحوال تذكر بأيام الله عز وجل. ومن أعظم تلك الأماكن التي جعل لها هذا الدور وجعل لها هذا الأثر وأنيط بها هذا العمل بيت الله العتيق، بيت الله العتيق. وأيضا كما تبين لنا من درس الأمس حين تحدثنا عن طبيعة الإنسان وأنه يجمع بين أمرين، فهو من قبضة الطين وهو نفخة من روح أرحم الراحمين، فإذا نفخت فيه من روحي، فإذا الإنسان إنما هو بهذا المجموع، إنما هو بهذا المجموع. وعليه فالإنسان ليس عقلا مجردا وليس نظرة تجريدية مجردة، إنما يجمع الإنسان بين ذلك مع ما يقتضي من جوانب العاطفة والمشاعر. لذلك على قدر ما يكون لدى الإنسان من العلم الصحيح بربه جل جلاله، فيكون له في قلبه من الشوق ومن الحب للقائه سبحانه وتعالى. وإن من أعظم ما يثير هذا الحب في النفس، وعلى مقداره يكون مقدار الحب على قدر ما يكون في قلب هذا العبد المؤمن من العلم بالله عز وجل. والعلم بالله سبحانه وتعالى
من أعظم ما جاء في كتاب الله في هذا الأمر إخباره جل جلاله عن أسمائه الحسنى وعن صفاته العلى، فإن تلك الأسماء والصفات والوقوف معها وقراءتها والتدبر فيما جاء من العلم بها، فإن ذلك من أعظم ما يثير هذا الحب في قلب الإنسان للقاء ربه سبحانه وتعالى. وإذا ثار هذا الحب في قلب الإنسان فسيكون الوسيلة التي تبلغ الإنسان لذاك اللقاء المحبوب العزيز على نفسه ستكون أيضاً هي محل الحب والاشتياق والإقبال والتضحية من هذا الإنسان ليحقق تلك الوسائل التي بها توصله إلى محبوبه الأعظم. وما من شك أن عبادة الله عز وجل هي الوسيلة الأم والأساس التي من خلالها يصل الإنسان إلى مقصوده وتبلغه الوقوف بين يدي محبوبه سبحانه وتعالى. فلذلك عبادة الله عز وجل يتعامل معها هذا الإنسان لا على أنها تكليف، فضلاً أنه يشعر بأنها أغلال وآصار. ولذلك من يأتي ليسأل عن أمر من أمور حياته ويقف بين عالم من علماء المسلمين ليسأله عن مسألة من أمور عيشه وماله وغير ذلك، وهو في جوفه خوف أنه قد يأتيه حكم الله ليحرمه لذته وسعادته، فهذا ما عرف الدين وما عرف الإسلام. فالله عز وجل إنما يريد أن يعيش هذا المؤمن الحياة الطيبة، أن يعيش الحياة الطيبة في هذه الدنيا وكذلك في الآخرة. وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، وجنة الدنيا هي محبة الله جل جلاله، وهي حب القرب منه من خلال طاعته وعبادته سبحانه وتعالى. تلك هي جنة الدنيا التي من دخلها وعاشها واستشعر لذتها فهذا من يكرم بلذة الآخرة والجنة يوم القيامة. فلذلك أقول الإنسان هذه الأسماء والصفات كلما وقف الإنسان معها متدبراً بمنهج سليم فإنها تثير في قلبه هذا الشوق وتدفعه إلى الرغبة في ملاقاة ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال العلماء الإنسان المؤمن إنسان أخروي وليس إنساناً دنيوي، إنساناً أخروي لأنه ينظر على أن الآخرة هي التي تبلغه إلى ذلك الشوق العظيم لملاقاة ربه وتلك السعادة العظيمة التي يستشعرها لأن الله أخبر بها في كتابه، فلذلك نظرته إلى الآخرة. أما الدنيا فينظر إليها على أن فيها تلك الوسائل التي تبلغه ذاك المأمول العظيم، فعندما يؤديها يكون فرحاً سعيداً لأنه قد أنجز العمل الذي يكافأ عليه ببلوغ الأمل العظيم ملاقاة الله والفوز برضوانه سبحانه وتعالى والتلذذ بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. فيكون العمل في أمر المؤمن محل الشوق والفرح، فالصلاة هي محل الراحة، هي محل الراحة وليس الراحة بعد الانتهاء منها، أرحنا بها لا أرحنا منها. وهكذا شأن الإنسان في عبادة الله. وأيضا من ذلك الأماكن التي نسبها الجليل جل جلاله إلى ذاته العلية نسبة تشريف لها،
وتعظيم لها، وأنها مكان لنعمائه وبركته، فإن الإنسان يجد أن الشيء الذي يحبه محبوبه سيكون محل الحب عنده، ومن هنا يجد الإنسان الشوق لهذه البلدة، والشوق لهذا البيت، والشوق إلى هذا المكان، وأنه كلما ثارت هذه المعاني في نفسه أينما كان وحن إلى لقاء ربه فلا يجد شيئاً أبلغ من أن يطفئ ما في نفسه من أن يقصد هذا البيت وأن يصل إلى هذا المكان وأن يدعو ربه سبحانه وتعالى، فيجد في ذلك الراحة والطمأنينة، ويشعر أنه أقرب ما يكون من ربه الذي امتلأ قلبه حباً له وتعظيماً له وشوقاً للقائه سبحانه وتعالى. هذه معاني يجدها هذا القاصد لبيت ربه الذي قصد هذا المكان بصدق وانطلق في سيره بعلم ودخل هذا المكان من هذه البوابة العظيمة من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا معنى، ولذلك كما يقول بعض العلماء: وربما يشتاق الإنسان إلى ربه أشد شوق، فيحتاج إلى شيء يقضي به شوقه فلا يجد إلا الحج، لا يجد إلا الحج، إذ بمجيئه يجد تلك الآيات التي هي من أعظم الآيات التي تربطك بربك لترى معاني الرحمة ومعاني العظمة ومعاني الحفظ ومعاني القوة ومعاني الحكمة ومعاني التدبير من الله جل جلاله، وأيضاً لتجد في هذه المواقف كما قلنا ما يذكرك بذاك الموقف الأول الذي وقفت فيه بين يدي ربك يوم أن كنت في عالم الذر، فأخذ عليك العهد والميثاق، فتريد أن تعلن أنك على الوفاء وأنك ما خالفت، وأنك إن وقعت في خطيئة فستستغفر ربك في ذاك الموقف العظيم، علّه أن تعود من ذلك الموقف وقد غفر الله ما حصل لك من زلة ومن خطيئة وما بدر منك من معصية، وأن تعود إلى ربك جل جلاله فتجدد الصلة به سبحانه وتعالى. ثم أيضاً المجيء إلى هذا المكان يذكرك بمن ساروا على هذا الطريق بصدق وبإخلاص، وأن الله رضي سيرهم، وأن الله قبلهم، وأنهم سبقونا إليه، وأنهم في تلك الدار، وأنهم هم القادة إلى تلك الجنان، إنهم أنبياء الله ورسله، يتقدمهم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام المخلصين صلوات ربي وسلامه عليه، ويتقدمهم سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فمجيء الإنسان إلى هذا المكان يذكره بتلك الصفوة ويذكره بتلك القدوات، فيلجأ إلى ربه بصدق في المكان الذي حققوا فيه تلك المعاني، طالباً من الله جل جلاله المجيب السميع البصير أن يجمعه بهم وأن يكون معهم وفي زمرتهم، إذ هو الآن يعمل العمل على طريقهم وعلى منوالهم وعلى خطواتهم وعلى ما سنوا للناس في هذه العبادة العظيمة، فيلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى بذلك في هذا المكان. هذه معان لمدرسة الحج عندما يأتي الإنسان فعلاً صادقاً في أن يتزود من هذا المكان بالزاد الذي يملأ قلبه إيماناً ويملأ قلبه يقيناً ويملأ قلبه تعظيماً
لله عز وجل ولشعائر الله سبحانه وتعالى. فلذلك فضل المكان وفضل الزمان وموسم هذا الحب لهذا البيت ولعباد الله الصالحين إنما هو أمر يأخذه الإنسان من رحلته إلى بيت الله الحرام. ونقف مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو يبني تلك اللبنات في نفس هذا العبد المؤمن عن العلم الصحيح المتعلق بهذا البيت العتيق وهذا المسجد الحرام وهذا العمل الصالح وهذا التاريخ الزكي لهذا المكان المميز على ظهر الأرض كلها، لكي يبني تلك الأمور في قلب هذا العبد المؤمن فيتعامل في كل شيء هنا عن علم وبصيرة وعن هدى واستقامة وليس عن هوى وليس عن جهل وليس عن ابتداع، وإنما هو عن علم حق أخذه من قال الله عز وجل عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن أمرنا الله عز وجل باتباعه بقوله: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأعلن أننا لن نصل إلى صدق الحب الصادق لربنا حتى نكون مع رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذا الحق في طاعته صلوات ربي وسلامه عليه. فقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لئن كان الإنسان إذا ما وقف وشعر بضعفه ونظر في هذا الكون فعرف عظمة ربه وخالق هذا الكون كله واشتاقت نفسه إلى ذلك، فإن الوسيلة كما قلت تكون على قدر ذلك الحب، وإن الوسيلة لبلوغ ذلك إنما هي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث الرابع في هذه الأربعون المكية حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وجابر صحابي، وأبوه صحابي، أبوه عبد الله بن حرام رضي الله عنه، استشهد في غزوة أحد. وقال جابر في قصة استشهاد والده: قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا منكسرا. قال: يا جابر، ما لي أراك حزينا؟ قال: قلت: يا رسول الله، مات أبي، قتل يوم أحد، وترك لي 7 من البنات، ودين كبير. فقال لي: يا جابر، ألا أخبرك بما لقي الله به أباك؟ يعني هل تريد أن تعرف كيف لقي الله جل جلاله والدك بعد وفاته؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: والله يا جابر، ما كلم الله أحدا قبل أباك إلا من وراء حجاب، وقد كلمه كفاحا وقال له: تمنى يا عبدي. قال: يا رب، أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك فأقتل. قال: يا عبدي، قد كتبت أنهم إليها لا يرجعون فتمن. قال: أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. يبشره بهذه المنزلة ليزيل عنه ما لحقه من ذلك الألم بفقد
أبيه. فجابر رضي الله عنه صحابي جليل له أحاديث كثيرة رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث، فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، يقصد به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة النبوية، بالمدينة النبوية، فإن له فضل وله مكانة، والصلاة فيه لها فضل زائد عن الصلاة في غيره من المساجد. ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الفضل بأن الصلاة في مسجده تعدل صلاة العبد في غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 صلاة 1000 صلاة. ثم قال: إلا المسجد الحرام، والمقصود به هذا المسجد الذي نحن فيه الآن، فهذا هو المسجد الحرام. قال: إلا المسجد الحرام، وصلاة أي خارج عن ذلك الفضل الذي هو فضل الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة في كل المساجد إلا المسجد الحرام، فإن فضل الصلاة فيه أعظم أجراً وأكثر فضلاً من الصلاة في المسجد النبوي. فقال عليه الصلاة والسلام: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. فإذا هذا الفضل المضاعف الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في هذين المسجدين، وكما تبين لنا أن المسجد الأقصى الصلاة فيه 500 صلاة. فإذا هذه المساجد الثلاثة المفضلة التي تتضاعف فيها أجور الصلوات، فالمسجد الحرام 100,000 صلاة، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام 1000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة 500 صلاة. فإذا هذا الفضل الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن العبادة في هذا المسجد الحرام، فيكون الإنسان يحرص على ذلك. طبعا هنا هذه المضاعفة أولا هي في صلاة الفرض 100,000 صلاة. صلاة النافلة كما ذكرت بالأمس، أولا الأصل الذي نتعامل فيه أمام فضل المكان، إذا أطلق لفظ الحرم، إذا أطلق لفظ الحرم في نص الشارع فالمقصود به قلنا حرم مكة، إذن هذه واحد. 2 حرم مكة ماذا يقصد به؟ يقصد به كل المكان الذي داخل حدود الحرم، وداخل أعلام الحرم، وداخل أنصاب الحرم، فحد الحرم وأعلام الحرم وأنصاب الحرم شيء واحد، مصطلح، 3 مصطلحات لشيء واحد، هو الأمر الذي يفصل بين شيئين، بين مكانين. فهذا الحد ما كان من جهة الكعبة فيسمى حرم، وما كان بعد الحد من خارج الكعبة فيسمى حل. فكلمة الحرم يقصد بها هذا المكان كله. طبعا هذه الحدود أول من وضعها مما جاءنا من العلم الصحيح الثابت إنما هو الخليل إبراهيم عليه السلام، وأن الله عز وجل بعث له جبريل ليريه مكان هذه الحدود، فجبريل يحدد مكان الحد وجبريل يضع النصب، النصب بمعنى الأحجار التي سيعرف بها حد الحرم. هذه الحدود جددت على مر التاريخ،
كلما كان هناك احتياج لتجديدها، فجددها إسماعيل عليه السلام بعد أبيه الخليل، وجددها قصي، وجددها كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وكان من أول أعماله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بعد أن طهر الكعبة من الأصنام وأخرج الصور التي وضعتها قريش لخليل الله إبراهيم وابنه إسماعيل، صوراً وضعوها وهما يستقسمان بالأزلام، أي كما يفعل أهل الشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته العظيمة: قاتلهم الله، ما كان شيخنا يستقسم بالأزلام، ويقصد خليل الله إبراهيم، وأمر بإخراج تلك الصورة وغسل أي أثر لها من جدار الكعبة في داخلها، وفعل ذلك. ثم دخل وصلى صلى الله عليه وسلم، وكان من أعماله أيضا أن بعث نفرا من أصحابه إلى حدود الحرم ويجدد ما سقط منها، وكذلك جددها الصديق من بعده، وكذلك جددها الفاروق من بعده، وكذلك جددها عثمان من بعده، وهكذا ما زال العمل إلى أن كان في هذه الأزمان ما صدر من الأمر السامي بتكوين لجنة شرعية جغرافية تاريخية للوقوف على تلك الأنصاب ورفع أماكنها ووضع إحداثيات لها، وفعل ذلك في مدة 13 عاماً، وانتهت هذه اللجنة برفع تلك الأعلام ووقفت على 1104 علم من تلك الأعلام المحيطة بأرض الحرم. وبعد أن رفعت تلك الإحداثيات قدرت المساحة للحرم وبلغت 556 كيلومتر مربع، فتلك هي مساحة الحرم. فإذا أطلق لفظ الحرم فالمقصود به ذلك المكان كله، هذا هو حد الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عندما منعته قريش أن يدخل إلى مكة لأداء العمرة، وكان نزوله خارج الحرم، فإذا حضر وقت الصلاة مشى هو ومن معه من أصحابه ودخلوا إلى الحرم وصلوا في داخل الحرم. لذلك قال ابن القيم: وهذا كالنص الصريح أن الأجر 100,000 صلاة في كل الحرم، في كل الحرم، واضح. وهذه المسألة الثانية، وهو أن هذا الأجر على قول جماهير أهل العلم أن الأجر 100,000 في كل أرض الحرم، وإن كان العلماء يقولون أن الصلاة في المسجد الحرام أكثر لما يرى الإنسان من البيت ونظره إلى الكعبة وجماعة المسلمين الأولى، فهي أيضا عطايا أعظم من ذلك. أما 100,000 فهي في كل الحرم. إذن هذا بالنسبة للفرض. أما بالنسبة للنفل فكذلك، يعني القول الذي عليه أهل التحقيق من العلماء أن المضاعفة حاصلة كذلك في صلاة النفل، في صلاة النفل، بل ومن العلماء من يرى أن هذه المضاعفة لجميع الأعمال الصالحة من التسبيح والتهليل والأعمال الخيرة من الصدقة وغيرها، فهي 100,000، وهذا اختيار عدد من العلماء كالإمام النووي رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم الذين قالوا أن المضاعفة إنما تشمل كل عمل صالح في مكة فهي 100,000. وأيضاً مما تقرر عند العلماء أن العمل الصالح بمكة مضاعف، وهذا لا خلاف فيه، لكن خلافهم هل هو 100,000 يعني كل الأعمال الصالحة أو لا. فإذن هذا ما يتعلق بقضية المضاعفة، بقضية مضاعفة الأجر على الأعمال الصالحة وعلى الصلاة في هذا الحرم والمسجد الحرام. الحديث الخامس
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. هذا الحديث العظيم يقول فيه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمكة، خاطبها وكأنها تعي خطابه، لأنه هذا البلد كما قلت له هذه المكانة. ولذلك لكم أن تتأملوا في بلد ألهم الله عز وجل أحجاره وأشجاره أن تعرف أن محمد بن عبد الله هو رسول الله قبل أن يعرف هو أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألسنا نجد في صحيح البخاري قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، يقول: السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا رسول الله. وعند أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كان يخرج في طريقه إلى غار حراء فيسمع صوتا من خلفه، فيسمع من يناديه ويقول: السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا رسول الله. فهنا نجد ابن عباس يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمكة كالمخاطب لها وأنها تعي ما يقول، فيقول: ما أطيبك من بلد، فهذا بلد طيب، بل أطيب بلد، أطيب بلد. وهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بصيغة التفضيل، يعبر عن هذا المكان بأنه أطيب بلد، فقال: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، يعني أشد ما يكون الحب في قلبه فهو يخبر عنه في ذاك الموقف نحو هذا البلد. وسيأتينا لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الحديث السادس. ثم قال: ولولا أن قومي، أي من كفر من قريش، اضطروه للخروج، ولولا ذلك لما خرج وما سكن غير مكة شرفها الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام الفتح لم يأذن للمهاجرين أن يسكنوا مكة. لما؟ لأنهم نالوا درجة عالية بالهجرة، نالوا درجة عالية بهجرتهم، فأصبحوا خير هذه الأمة ومرتبتهم الأولى، ومن بعدهم الأنصار. فلو رجعوا إلى مكة لفقدوا هذا الوصف، فلذلك لم يأذن لهم أن يسكنوها، ما أذن للمهاجرين أن يسكنوا مكة حتى لا يفوتهم هذا الأجر العظيم الذي هو أجر الهجرة، أجر الهجرة. فقال: ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. فكل هذا فيه دليل على ما ذهب إليه جمهور العلماء أن مكة شرفها الله أفضل من المدينة، لأن سلم قال: ما أطيبك من بلد، فهذا قوله وإخباره صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى هذا جمهور العلماء، وخالف في ذلك مالك رحمة الله عليه فيقدم المدينة في الفضل. ولكن دائما نقول أن الفضل في هذين المكانين عظيم. ثم أيضا
أن مكة بلد طيب، أن مكة بلد طيب، لذلك ما رضي الله عز وجل لها من الناس إلا الطيب، فمكة لا يدخلها غير المسلم ولا يسكنها إلا المسلم، لأنها بلد طيب. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، واضح؟ فلذلك البلد الطيب لا يليق به إلا الإنسان الطيب، والإنسان الطيب في البلد الطيب لا يكون منه إلا العمل الطيب. لذلك يكون الإنسان إذا بلغ هذا المكان على أعلى ما يكون من الخلق الحسن، وأعلى ما يكون من الحرص على العمل الصالح الطيب، فهو في البلد الطيب، فيكون هذا شأن الإنسان. ولذلك كانت تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول: لولا الهجرة لسكنت مكة، إني لم أرى السماء بمكان أقرب إلى الأرض منها بمكة، ولم أرى القمر بمكان قط أحسن منه بمكة. فهذا من قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وتقول: ما منعني من سكن مكة بعد الفتح إلا قضية الهجرة، حتى لا يفوتها ذلك الأجر العظيم، ذلك الأجر العظيم. فإذن هذا الحديث الخامس. أما الحديث السادس فيرويه عبد الله بن عدي بن حمراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة. الحزورة مكان من جهة جياد، وهو الآن داخل المسجد الحرام هذا الموقع، وكان في تلك الفترة خارج المسجد. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. هذا الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه في سننه، والنسائي في الكبرى، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك وصححه المحدث الألباني رحمة الله على الجميع. هذا الحديث نص في تقديم هذا المكان على سائر بلاد الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصدر قوله بالقسم حتى لا يتردد الإنسان، فيقول: والله إنك، أي مكة شرفها الله، والله إنك لخير أرض الله، فليس هناك خير من هذه الأرض، وأحب أرض الله إلى الله، فهي أحب البلاد إلى الله جل جلاله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، فكيف لا يكون حبه لما يحبه الله جل جلاله، ونحن كيف لا يكون حبنا لبلد أحبه الله، وهي أحب بلد عنده وهو خالق الكون كله، وكذلك إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه هي مكانة هذه البقعة المباركة في قلوب المؤمنين، وهكذا يبنى هذا الحب لهذا البلد ولهذا المسجد ولهذا البيت، هكذا يؤصل، فليست هي عاطفة مجردة، وإنما القضية قضية نص، قضية وحي، قضية قول الله جل جلاله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك النص أفاد الخيرية المطلقة لمكة شرفها الله على سائر بلاد الدنيا، وأفاد بأن أم القرى، وهذه هي أم القرى، أم القرى أحب أرض الله
تعالى إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أخذنا منه أن محبة ما يحبه الله إيمان ودين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأخبر بأن هذه أحب أرض الله إلى الله، فيكون حب مكة دين وإيمان، لأنه لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول جاء مخبرا بفضل هذا المكان وبحبه وبمكانته عند الله سبحانه وتعالى. الحديث السابع وهو أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دما. عرفنا مكانة المسجد، عرفنا ارتباطه بالأنبياء، عرفنا أن شد الرحل إليه مع المساجد الثلاثة أمر مشروع، عرفنا أنها أحب بقعة إلى الله، وأنها خير أرض الله، وأنها أحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفنا ذلك. إذن هذا المكان الذي له هذا الجلال من جاء إليه ليرتكب المعصية فيه، هل يظن أن هذا كارتكابه في أي مكان؟ لا والله، الله يرغبك بالطاعات التي لا مثيل لها، صلاة واحدة، صلاة واحدة تؤديها هنا من هو في خارج هذا البلد المبارك، حتى يكون مساويا لك في الأجر يحتاج أن يصلي 55 سنة وستة أشهر وعشرين ليلة ليكون مساوي لك في الأجر. فمن يأتي لمكان أغري العبد بالطاعة إلى هذه الدرجة ثم يأتي لكي يرتكب فيها المعصية، هل هذا يعي ما يفعل؟ وهل هذا في قلبه إدراك لهذه المكانة والجلال؟ لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أبغض الناس إلى الله، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: أولهم من؟ الملحد في الحرم. والإلحاد في الحرم لحرمة الحرم، قال العلماء الإلحاد كل المعاصي تعتبر لعظمة الحرم هي من الإلحاد فيه، بل إن من الصحابة من فسر الإلحاد في الحرم ظلم الخادم واحتكار الطعام، واضح؟ فلذلك هذا الأمر يكون حقيقة محل انتباه، يكون محل انتباه. من أتى إلى هذا المكان يأتي وقد هيأ نفسه، لا يغرك من تراه يعني قد أخطأ وأذنب، استحضر هذه المعاني. قد هذا الذي أذنب لو وقف وتفكر ربما عصيت في مكان سجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مشى فيه جبريل عليه السلام، أو أحد من هؤلاء الأنبياء الذين وفدوا، فيتفكر الإنسان في ذلك، فهنا يكون حقيقة يعني على أحسن ما يكون من الحال. فإذن ملحد في الحرم هو أول هؤلاء الثلاثة، وأما مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية أنه يحيي شيئا من آثار الجاهلية التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه، وإنما يكون فعل المؤمن إحياء ما ارتبط بهذا الدين، أما ما هو من أمر الجاهلية فقد انتهى.
ثم مطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه أن يقتل غير قاتل وليه. طبعا هنا أولا كما قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومما كان في عرف الجاهلية أن القتيل أولياء الدم إن لم يتمكنوا من القاتل نفسه فإنهم من يقع في أيديهم من قومه يقتلوه قصاصا لقتيله، فجاء الإسلام وأنهى ذلك، فلا يكون القصاص إلا من القاتل نفسه، وأن يكون القصاص لولي الأمر فهذا حقه، وذلك حفظا أولا للعدل وثانيا حقنا للدماء. فهؤلاء الثلاثة هم أبغض الناس إلى الله جل جلاله. فهذا الأمر يعطينا الفوائد التالية، والتي أولها خطورة الإلحاد في الحرم، وأعظم الإلحاد الكفر بالله والإشراك بالله جل جلاله، ثم المعاصي والذنوب، فإنها تغلظ في هذا البلد باتفاق العلماء. فالمعصية في مكة ليس كغيرها، بل كما قلت بالأمس إن العلماء اعتبروا الهم أن الإنسان يهم بالمعصية في مكة فإنها تكتب عليه معصية ولو لم يفعلها. لنستوعب هذا الأمر، لو أن إنسانا فكر وفي نيته مثلا أن يأخذ مالا حراما، لو كان هذا الإنسان في أي بلد من بلاد الدنيا ثم لم يتيسر له هذا الأمر، ما هو حكم ذلك الهم حيث أنه لم يفعل؟ حكمه أن الله سيكتبه له حسنة حيث أنه لم يفعل. طيب، نفس الهم من إنسان في نفس البلد هم أن يفعله في مكة، وأنه لو ذهب إلى مكة سيفعل ذلك، سيأخذ من إنسان أو من مكان مالا بغير حق، نفس الهم الذي فعله الرجل الأول، ما هو حكم همه؟ الحكم سيكتب له سيئة، وهذا فارق كبير. لماذا؟ لتعظيم الحرم، وإن كان ذاك الهم في الحرم فكذلك، لأن الله قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أيضا نأخذ من حفظ الإسلام لحقوق الإنسان وإعلانه لقواعد العدالة، وأنه لا يجوز لولي الدم المسفوك عمدا أن يطلب غير قاتل وليه، فهذا من العدل الذي جاء به الإسلام. أيضا نأخذ مفارقة الجاهلية وأهلها في كل ما هو من خصائصها التي عرفت بها وتضاد الإسلام، وأيضا فيه تحذير من الإلف الذي يقود ساكن البلد الحرام إلى ضعف استشعار حرمة الحرم، فإن من سكن هذا البلد محتاج بدرجة عالية أن يتذكر ذلك دوما، لأن الإلف يؤدي إلى نسيان هذه الأمور، وكما قالوا: كثرة الإمساس تزيل الإحساس. ولذلك هنا كان لأجل هذا الأمر كان قول الحنفية بكراهة سكن الحرم خوفا على الإنسان من هذه النتيجة، أنه قد يوصله الإلف إلى أن ينتهك حرمة الحرم، واضح؟ فلذلك هذا النص يخبر بقضية أن الإنسان يحذر ولا وينتبه ولا يكون له في الحرم ويبقي في هذا المكان أثراً له سيئاً من ارتكاب المعاصي والذنوب. الحديث الثامن
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. هذا حديث عظيم في بيان حرمة هذا البلد. ابتدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة وضمانة عظيمة لهذا البلد يفرح بها أهل الإسلام. ما هي هذه البشارة؟ تضمنتها قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة. ما معنى لا هجرة؟ بمعنى لن يضطر أهل الإسلام من يوم الفتح إلى يوم القيامة أن يهاجروا من مكة فراراً بدينهم، لأنها ستبقى بلد إسلام ولن تعود بلد كفر، لن تعود بلد كفر ولن يعود أهلها كفاراً، بل ستبقى بلد إسلام. وما من شك أن من امتلأ قلبه بالنصوص من خلال النصوص السابقة بحب هذا البلد والغيرة على هذا البلد الحرام، وأن يبقى هذا البلد الحرام وأن تبقى هذه الشعائر العظيمة في هذا البلد الحرام، ومن يريد أن تبقى هذه القبلة لتكون وجهته حتى يموت، فمن أدرك تلك المعاني فإنه سيفرح بهذه البشارة فرحاً عظيم بأن مكة ستبقى لأهل الإسلام، ولن يطيق ذلك غير المسلمين أن يصلوا إلى هذا المكان، فإن هذا بضمانة ربانية وفق هذا الإخبار. لا هجرة، فلن يحتاج أهل الإسلام أن يهاجروا منها فراراً بدينهم، لأنها أصبحت بلد كفر فهذا لن يكون. إذن هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الضمانة. ولكن جهاد ونية، بمعنى قد يكون من أهلها من يخرج للجهاد في سبيل الله فهذا يكون، أما أنه يخرج فاراً بدينه فهذا لن يكون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن هذا بلد، يخبر عن مكانة هذا البلد، ولعلنا ما نسينا ونحن نقول أن خصيصة الحرم من أعظم الخصائص المتعلقة بهذا المكان. قال: فإن هذا بلد حرمه الله. ولاحظوا عندما قلنا الحرم، لذلك إذا أطلق الحرم قلنا ماذا يراد به؟ البلد كله. وهذا النص الآن يؤيد، فماذا قال؟ إن هذا بلد حرمه الله، وما قال البيت فقط، وإنما عبر عن ماذا؟ عن البلد بأكمله. إن هذا بلد حرمه الله، فالله حرم البلد كله وحرم البيت في وسط البلد، فالبيت محرم والمسجد محرم والبلد محرم، والمسلم في داخل هذا البلد أيضا له حرمته على أعلى درجة وأعلى مستوى. هذا بلد حرمه الله، متى كان التحريم؟ يوم خلق السماوات والأرض. فمكة شرفها الله، لم يمضي عليها يوم كامل منذ وجدت، وهي أول ما وجد من هذا الكون، لم يمضي عليها ولا يوم واحد منفك عن هذا الحكم الذي هو التحريم،
حتى الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما عبر ساعة من نهار برهة وجيزة، فلم يمضي عليها ولا يوم من يوم وجودها إلى نهاية الدنيا، فالله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، وهذا والله أمر عظيم ما كان لأي بلد آخر، ما كان لأي مكان آخر. طبعاً لا يشكل علينا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن إبراهيم حرم مكة، فالمقصود أن إبراهيم عليه السلام أعلن ذلك في الناس، أعلن ذلك في الناس، فهذا المعنى يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فتحريم البلد عندما ننقله للناس لأن الله حرمه ليتعامل الناس معه مع هذا التحريم بحقه. فعندما تقول هذا حرم فلان على قدر مكانته يتعامل الناس مع ذلك، فعندما تقول هذا حرم الله والذي حرم هذا البلد هو الله جل جلاله، فهل الإنسان يتجرأ على أن ينتهك حرمة الملك وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة؟ وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، لم، وأن كل من فعل أي قتال فيه فهو قتال غير مأذون فيه وهو باطل، إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهي برهة من نهار، ساعة من نهار، ثم قال فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، أي بنفس التحريم الذي كان من الله يوم خلق السماوات والأرض، فيكون لهذا البلد مستمراً إلى يوم القيامة. ثم بين صلى الله عليه وسلم من معاني التحريم، وهنا نريد انتباه، كلمة الحرام الغالب في التعامل مع هذا المصطلح عندنا أهل الإسلام أن الحرام هو الشيء القبيح المستقذر، الزنا حرام، الخمر حرام، الربا حرام، وهذا الأمر الذي إذا ما ذكرت هذه الكلمة ينطلق إلى هذا المعنى، بينما هناك معنى ثاني لكلمة الحرام وهو المنع لأجل الجلال والقدسية والمهابة، وأن هذا مرتبط بهذا المكان، فالحرام المنع للشيء القبيح المستقذر، والحرام المنع للشيء الذي له الجلال والمكان، ولفظة الحرام في القرآن جلها قرابة 15 مرة لفظة الحرام جاءت في القرآن مرتبطة بهذا المعنى الذي هو التحريم والمنع لأجل الهيبة والجلال، وأما لفظة الحرام لأجل المستقذر جاءت مرتين، فلذلك هذا المعنى مهم أن ننتبه له، فكلمة الحرام المنع لأجل الشيء الذي له من الجلالة والمهابة، وهذا مرتبط بهذا البيت وبهذا المسجد وبهذا البلد. لذلك انظروا النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يعبر عن الأمور التي يظهر بها ويتجلى معنى التحريم في مكة ما جاء بالأشياء المستقذرة التي هي حرام ولا ينبغي أن تكون في هذا المكان لحرمته، لكنه جاء بأشياء هي في غير مكة حلال، ولكن لأجل هيبة المكان وجلاله جعلت من الأمور المحرمة فيها. فما الأشياء التي ذكرها؟ قال لا يعضد شوكه، في أي مكان قطع الشوك حرام وممنوع؟ لا، لكن في مكة لا يجوز ذلك لأنه تعبير عن جلال المكان. لا يعضد شوكه،
ولا ينفر صيده. الصيد في كل مكان، أليس يصاد ويقتله الإنسان ويأكله؟ في مكة لا يجوز التنفير. ما معنى التنفير؟ عكرمة بن عباس مولى بن عباس وتلميذه التابعي يفسر تنفير الصيد، يقول: ونحن هذه الأيام نرى صيف مكة والحر، يقول: تنفير الصيد في الحرم هو أن ترى الطير تحت ظل الشجرة، سبقك إلى هذا الظل فتأتي إلى الظل فيطير الطائر، يعتبر أن هذا الفعل من تنفير الصيد، ما دام سبقك إلى الظل فهو أولى به. فإذا كان البلد لا يجوز فيه مجرد التنفير، أما الصيد فهو أمر عظيم، وفي غير مكة الإنسان يصيد وأن هذا حلال له. ثم الثالث: ولا يلتقط لقطته، واللقطة الشيء الضائع الذي سقط من صاحبه ثم وجده إنسان آخر في كل مكان في الدنيا، ماذا تفعل بذلك الأمر؟ لك أن تأخذه وأن تعرفه مدة عام سنة، فإن لم تجد له صاحب جاز لك أن تستخدمه لنفسك، شريطة أنه لو جاء صاحبه تعوضه عما أخذ. أما في مكة شرفها الله، فمن حمل هذه اللقطة لا يحملها إلا وهو عنده استعداد أن يعرفها طول حياته أو يبقيها في مكانها، ليس له أن يأخذها وليس له أن يستخدمها لنفسه. خصوصية لهذا المكان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، إلا من عنده استعداد أن يعرفها طول الحياة. الآن الإنسان إن وجد، توجد أماكن الأمانات لو قلنا في المسجد الحرام توضع وتبقى إلى أن يأتي صاحبها، ولا يختلى خلاها. الخلا هو النبت الذي ينبت بعد نزول المطر. فلا يجوز في مكة إنسان عنده مثلا رعي وأغنام يأتي إلى ذلك الخلاء ويحتشه يقطعه وينقله لإطعام دواب، فإن هذا لا يجوز، لا يختلى خلاها. كل ذلك تعظيم لحرمة الحرم. فإذا تحريم قطع شجر الحرم وإن كان مؤذيا كالشوك، والمقصود هنا الشجر الذي نبت بماء المطر أو نبت بدون فعل الآدمي، أما ما نبت بفعل الإنسان زرعه الإنسان فهذا محل خلاف بين العلماء، هل يأخذ الحكم الأول أو يجوز؟ أما ما نبت بماء المطر أو نبت بدون فعل إنسان فيدخل تحت هذا الحكم. تحريم تنفير الصيد في الحرم أو إيذائه بما هو أعظم أو قتله، فإن هذا يعد من الإلحاد في الحرم. أيضا تحريم التقاط لقطة الحرم إلا من أراد أن يعرفها دائما ولا يتملكها أبدا. أيضا تحريم قطع حشيش الحرم الأخضر إلا الإذخر، استثناه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر وطلب ذلك منه العباس فأذن له. فهذا الشجر الوحيد في أرض الحرم الذي يجوز قطعه من أشجار الحرم الإذخر. أيضا مما يعني أيضا يعطي هذا الأمر أن مكة أفضل أرض دائمة لأهل الإيمان، لأنه متى ما استجاب الناس لذلك كله فإن هذه البيئة هي بيئة طاعة وبيئة عبادة وبيئة خضوع لأمر الله عز وجل. وأيضا نأخذ منه إذا كان هذا حال الصيد فيظهر لنا عظم القتل وإراقة الدماء بمكة، وأن هذا أمر عظيم جليل
لا ينبغي للإنسان أن يقرب من هذا الفعل أبداً، حرمة لأرض الحرم. ونأخذ منه أن الإنسان اتباعاً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يشيع هذا العلم عن هذا الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته وعلم أصحابه، والصحابة بلغوا هذا العلم. فلو لم يقم كل جيل بهذا البلاغ ما وصل إلينا هذا العلم. فكذلك نحن، كيف نوصل هذا العلم إلى أهلينا، إلى أولادنا، إلى من أراد السفر إلى هذا المكان؟ كيف نقوم بدور إيصال هذا العلم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا من الأفعال، عمر رضي الله عنه رأى رجلا يحتش في الحرم يقطع هذا الحشيش، فزجره وأراد أن يبطش به، وقال له: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا؟ فشكى الرجل إليه الحاجة والفقر، فرق له عمر وأعطاه شيئا وقال: لا تعد إلى مثل هذا الفعل. وأيضا يعني مما يذكر في ذلك ما كان يفعله أهل مكة من التابعين ومن علماء الحرم، أنهم من ذلك ما روي عن مجاهد، ومجاهد عالم تابعي من علماء الحرم في زمنه، يقول: كانوا إذا وجدوا حمامة قتلت، وقد يكون هذا من جاهل أو من طفل، فيقولون: من فعل هذا، من فعل هذا، لتنتهن أو لنحرمن قطر السماء. فكانوا ينظرون على أن انتهاك حرمة الحرم يكون سبباً لعقوبات من الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذا من كل هذا من الأمور والآداب التي ينبغي أن نتمثلها عندما نكون في حرم الله. فإذا هذه بعض النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تعلق بهذا المكان المقدس، ونكمل بإذن الله عز وجل بقية النصوص في هذه الأربعون المكية التي هي أحاديث جمعت فيما تعلق بالبيت والمسجد والبلد الحرام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب معه في هذا البلد الحرام، إنه جواد كريم سميع مجيب.